وجهت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح للوقاية من الإصابة بالإجهاد الحراري تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وقرب حلول فصل الصيف. وأعدت الوزارة خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والإصابات بضربات الشمس تزامنا مع موجة الحر والتغيرات المناخية. وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة لفترة طويلة تعرض الإنسان لزيادة احتمالات الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري. We'll be right back.